قبل ما تفتتح المجلسة البرلمانية عليك أن تؤدي الضرائب ديالك، تخلص الضرائب ديالك وتسول الوضعية الضريبية ديالك وتعاون البلاد، ماشي غير جالس كتحلب من 2002 عباد الله ورشيد الضربي العالمي. دابا شوفوا المأساة اللي حنا تحولنا ليها. عزيز أخ النوش رئيس للحكومة من حزب التجمع الوطني للأحرار كرئيس للسلطة التنفيذية الحكومة ومن فوقه شكون اللي يفتتح الجلسة البرلمانية؟ رشيد الضربي العالمي هو الآخر من سنة منذ سنة 2002 وهو يتنقل من منصب إلى آخر، من وزارة التجارة إلى الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول إلى وزير الشباب والرياضة إلى مجلس النواب منذ 2002. ورشيد الضربي العالمي هو اتخذ المملكة المغربية كبقرة حلوب تيحلب. وهاد الناس هادو شنو قدموا للمغرب؟ شنو قدموا المغرب؟ المخطط المغرب الأسود. ها هو دابا غيخربوا الجامعة، تحت ما تيهضر رؤساء الجامعات ما تمشي الإشراك ديالهم.